مرحبا بمستمعات ومستمعي ميدي ان. اليوم تشهد تونس انطلاق اليوم الثاني للتلقيح لحملة التلقيح المكثفة اللي انطلقت يوم 8 أوت. اليوم هذا الفئة العمرية اللي وقع لاختيارها هي الفئة اللي عمرها يتراوح ما بين 18 و 39 سنة. الهدف من اختيار الفئة هذه هو كونه نجاح العودة المدرسية والعودة الجامعية، وزاد تلقيح نسبة هامة من فئة متاع 30 سنة اللي هي معناها عندها أهمية كبيرة في الدورة الاقتصادية. اليوم مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني والمتطوعين وضعوا على ذمة الفئة هذه أكثر من 400 مركز للتلقيح، والفئة هذه وقع استدعائها بإرساليات فيها الأوقات والأماكن اللي يمكنها تتلقح فيها. التلقيح اللي توضعت على ذمة الفئة هذه هي أولا جونسون أند جونسون اللي هو بجرعة واحدة، وهذا يهم أساسا الطالبات والطلاب لأنهم معناها هو التلامذة الكبار باش يكونوا معناها من هنا إلى العودة المدرسية بداية سبتمبر عندهم اكتسبوا المناعة اللي تحميهم، وموديرنا اللي هو باش يقع بجرعتين بالنسبة لبقية الفئة. إلى حد الساعة الواحدة بعد الزوال معناها أكثر من 315 ألف تحصلوا على تلقيح، وهذا يعتبر نسق جيد وجيد جدا. إن شاء الله باش يتسارع أكثر شوية معناها في العشية، وأملنا كبير كونه معناها باش نفوتوا بنسبة هامة نصف مليون اللي تحصلنا عليه يوم 8. وبصفة أخرى هذا باش يمكننا باش نقربوا من هدفنا الأساسي اللي هو تمكين أقل ما يمكن 50% من المواطنين التوانسة من هنا المنتصف أكتوبر بالتلقيح، وهذا اللي باش يخلينا نحصلوا على المناعة الجماعية اللي باش تكون في حد ذاتها أكبر ضمان للأمن الصحي بالنسبة لتونس. وشكراً.